الشاشة واضحة قدامكم؟ ايه يا دكتورة؟ طيب تمام. محاضرة النهاردة إن شاء الله عن الـ Global Health Introduction to Global Health with Focus on الـ HIV AIDS as a Model علشان الكيس بتاعتكم بإذن الله. الـ ILO2 demonstrate the knowledge of epidemiology of الـ HIV in the world and KSA including the trend عن الـ prevalence والـ mortality والـ high risk group. To demonstrate the basic knowledge of the main method of transmission of infectious disease. طيب أول حاجة هو الديفينيشن بتاع الهيلث إيه؟ زي ما عرفته الـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية قالت إن الهيلث معناها state of complete physical, mental, social well-being and not merely absence of the disease أو infirmity. يعني ببساطة كده إن الإنسان يكون جسمانيًا وعقليًا واجتماعيًا ممكن نقول spiritual كمان روحانيًا يكون في حالة كويسة جدًا وليس فقط إن هو ما يكونش عنده المرض ولا يكون عنده مثلًا عاهة أو حاجة ديزيز يعني بتصيبه، هو معناه إن هو يكون كل جوانب الحياة بتاعته تكون كويسة، هو ده الديفينيشن بتاع الهيلث زي ما قالت الـ WHO. طيب ايه بقى جلوبال هيلث اللي هي الصحه العالميه؟ معناها كل الهيلث بروبلم او الايشو او الكونسرن اللي هي ترانسند بتتعدى بقى الناشونال باوندري الحدود الداخليه بقت عبر نطاق العالم بتاخد كذا دوله فبالتالي هي بتتاثر بكونديشن في اذر كانتريز وهي محتاجه كوبريتيف اكشن وسوليوشن علشان اقدر اتغلب عليها. طيب يعني ايه الكلام ده؟ ببساطه مثلا المثال البسيط مثلا مشكله الكوفيد 19 هي ظهرت في الصين اول ما ظهرت بس العالم كله سمع فيها، يعني هي دلوقتي اتأثرت بإيه؟ بدولة وبدأت تأثر في الدول الأخرى، زي مثلا مشكلة مثلا كلايمت تشينج التغيرات المناخية ديت برضو حاجة ما ينفعش إنها تبقى حلولها في دولة واحدة عشان أنا أقدر أحلها محتاجة يكون في كوأوبريتيف سوليوشن من كذا دولة. العالم كله يجتمع ان هو يحلها. مشكله كوفيد 19 برضو حصل اجتماع من الدول كلها انها تاخد بقى الحاجات اللي هي كنترول ميجر والريستريكشن نعمل كوميونتي فاكسينيشن، فدي بسميها جلوبال هيلث، دي مشكله صحيه على نطاق الايه العالم بتاخد كذا دوله، يبقى هي بتعدي الحدود المحليه للدول وفي نفس الوقت عشان حلولها تم محتاجين جلوبال سوليوشن. زي برضو مشكله البوليو اراديكيشن لما هم اتخلصوا من البوليو بوليو مايلايتس كان محتاج برضو حلول ايه دوليه على كذا دوله. طيب بدايه المسمى بتاع الجلوبال هيلث بدا الاول كبابليك هيلث اللي هو الصحه العامه، ده بدا في الميد 19 سنشري في يو كي ويوروب ويو اس وكان بيهتم بالناشونال ايشو، يعني هو كان علم البريفنتيف ميديسن اكتر ان هو كان بيهتم بالبوبوليشن اكتر من الانديفيدوال، هدفه بريفنشن راذر ذان كيوريتيف. بدا يتطور الانترناشونال هيلث اللي هو بيهتم بقى بالامراض زي مثلا الامراض المعديه اللي كانت موجوده، الامراض اللي كانت بتنتج من الحروب، الكوارث الطبيعيه الناتشرال ديزاستر والاثر بتاعها فسموها انترناشونال هيلث. اخر مسمى ليها اللي هو الجلوبال هيلث الصحه العالميه، زي ما احنا قلنا اللي هي محتاجه تكون في حلول دوليه على مستوى الدول عشان اقدر اوصل لحل ليها. ده اخر تطور للجلوبال هيلث. طيب الهيلث بروبلم اللي هي المشاكل الصحيه، الهيلث بروبلم بتظهر في اشكال مختلفه، ممكن يكون حد عنده ريسك فاكتور يعني عنده عمر خطوره بس ما عندوش المرض، يعني مثلا ممكن يكون عنده جين موجود مثلا عنده لايف ستايل باد لايف ستايل بيمارسها فتعتبر ريسك فاكتور للديزيز لكن ما فيش ديزيز. لما اجي اعمل سكريننج فرز كده ممكن الاقي بعض الاشخاص عندها المرض لكن ما عندهاش برضو الاعراض، يعني مثلا ممكن تكون في مرحله الانكوبيشن بيريد. في بعد كده مرحلة اللي هي التطور بعد كده ان هو بدأ تظهر عليه كلينيكال مانيفستيشن او السيمتوم بتاعت الديزيز فبدأ خلاص هو بيشتكي فبقى عنده الديزيز ده كلينيكالي بقى موجود وظاهر. المرحلة اللي بعدها اللي هي اخر حاجة اللي هي الكومبليكيشن او الكونسيكونس بتاعت الديزيز ان هو ممكن يدخل في ايه؟ في مضاعفات المرض ده. يبقى ممكن يكون شخص عنده الريسك فاكتور، ممكن يكون عنده المرض لكن هو مش عنده مانيفستيشن، هو هيدن تظهر عليه مانيفستيشن، ممكن بقى مرحلة الكومبليكيشن بعد كده. دي اشكال الهيلث بروبلم. هنتكلم دكتورة عن آخر مرحلة، نعم آخر مرحلة إيش يعني؟ آخر مرحلة آخر مرحلة المضاعفات الكوميونيكيشن، يعني هو العلاج ما خدش علاج للمرض فدخل في كوميونيكيشن، فاهماني؟ دخل في مضاعفات المرض. أيوه شكرا دكتورة. يعني مثلا هنا الصورة دي مثلا مضاعفات مرض السكري ان هو مثلا دخل في جنجرين مثلا،
ليه ما خدش العلاج وكده وفقد السنسيشن في الجزء ده، مع مثلا ان هو بيتعرض ان هو بيتجرح او كده، فدخل في الكوميونيكيشن بتاعته ان هو حصل له ايه، جنجرين في الفينجر ده احتاج امبيوتيشن. تمام تمام واضحة؟ واضح. طيب هنتكلم على كذا كونسبت كده متعلق بجلوبال هيلث. حاجه اسمها الديتيرمنت اوف هيلث، ايه هي محددات الصحه؟ الميجرمنت اوف هيلث، ازاي بقيس الهيلث ستيتس، هل في ميجر معينه؟ البردن بتاعت الديزيز دوت، وايه هي الاورجنايزيشن اللي بتهتم بالهيلث سيستم. اول حاجه الديتيرمنت بتاعت الهيلث، ايه اللي بيخلي ممكن اتنين مثلا قاعدين في مكان واحد او اتنين مثلا ساكنين في بيت واحد ده بيجيله مرض ده ما بيجيلوش؟ ايه اللي بيعمل ديفرنس في الهيلث ستيتس بين الاشخاص؟ حاجه اسمها الديتيرمنت اوف هيلث، محددات الصحه. الديتيرمنت دي ليها كذا تقسيمه، ممكن تكون مثلا بقول مثلا في فاكتورز تكون بقول عليها ان كنترولبل او ان موديفايبل او ان تشينجبل، يعني ما ينفعش اغيرها، وفي فاكتور تانية بقول عليها كنترولبل او موديفايبل او تشينجبل ممكن اغيرها. ايه اللي ما ينفعش اغيره؟ لما يكون الشخص دوت عنده جيناتكس، حاجه خاصه جين بتاع مرض معين، او ان هو اصلا جندر، لان في امراض بتيجي للميل ما بتجيش للفيميل، وفي حاجات بتيجي للفيميل ما بتجيش للميل، مثلا اقول كانسر سيرفكس او كانسر يوتركس، دي يوترس دي بتيجي للفيميل، كانسر بروستات بتيجي للميل، فدي حاجه حسب الجندر. كمان الايج، في امراض بتيجي مثلا للجرياتريك او الاولد ايج، في حاجات في ديفرنت ايج جروب بيجي لهم امراض مختلفه، فانا ولا اقدر اغير عمره ولا اقدر اغير نوعه ولا اقدر اغير الجين الموجود عنده، فبقول عليها ان كنترولبل او ان موديفايبل فاكتور او ان تشينجبل فاكتور. في المقابل في فاكتور تانية ممكن تكون هي سبب للمرض دوت، زي لايف ستايل تشويس، هو اللي اختار ان هو ياخد مثلا ان هيلثي فود، هو اللي اختار ان هو يكون سموكر، هو اللي اختار ان هو ما يمارسش الرياضه، ما يعملش فيزيكال اكتيفيتي، يكون عايش سيدنتري لايف، يعني وات ايفر، دي حاجات انا اقدر اغيرها، ممكن اعمل له هيلث اديوكيشن، ممكن اعمل له اويرنس، فبالتالي انا ممكن اغير الحاجات ديت، فبالتالي ممكن اقلل احتماليه ان هو يتعرض للمرض دوت او ان هو يصيب المرض ده. فدايما معظم الحاجات اللي هي بيكون اشوف كل مرض بقى ايه هو الفاكتور الموجوده فيه بتعمله، ممكن تكون حاجه ان تشينجبل ولا حاجه تشينجبل. لما كنا انا عاوزه امنع المرض دوت انا بشتغل اكتر على الجزء ده، ان ده اللي في ايديا، ان انا ممكن اغيره بجاست مثلا هيلث اديوكيشن، او ان انا اعمله اويرنس كامبين عليها، فبالتالي اغير الكالتشر او البليف اللي عنده. في ناس عندها معتقدات في حاجات معينه او بيهيفير هم بيسلكوه، فبالتالي انا لو غيرت الفكره دي عندهم هم ممكن الريسك بتاعتهم ان هم يجي لهم الديزيز بتقل. دي تقسيمه للديترمنت. الديترمنت برضو ممكن تكون في شكل ريسك فاكتور، يعني عامل خطوره، زي مثلا السموكينج، مثلا الاوبيزيتي، دي كلها تعتبر حاجه اسمها ريسك فاكتور. في المقابل في حاجه تبقى كويسه بقول عليها بروتكتيف فاكتور، يعني حاجه بروموت او انهانس الهيلث، زي مثلا هو ياخد هيلثي فود، ياخد فيجيتابل، ياخد الحاجات الانتي اوكسيدنت، فدي تعتبر عوامل مش خطوره بقى، عوامل ايجابيه كويسه بروموت الهيلث بتاعته. فممكن نقول الديتيرمنت تقسيمه ثالثه ليها، نقول ان في منها بيولوجيكال، في منها بيهيفير، في منها سوشيال. البيولوجيكال هو ده اللي ما اقدرش اغير فيه، حاجات بقى هي موجوده في السيلف، في الاستراكشر عنده، في الجين، في الجندر، في الايج، انا ما اقدرش اغيرها، في حين ان انا ممكن اغير البيهيفير بتاعته او السوشيال ديتيرمنت اللي هي النورم والبليف والاتيتيود بتاعته، ده تشينجبل او موديفايبل اللي هي البيهيفير ديتيرمنت والسوشيال، لكن البيولوجيكال ديتيرمنت ديت بقول عليها اللي هي ان تشينجبل او ان موديفايبل او ان كنترولبل ايه ديتيرمنت. دي كان اول حاجه الديتيرمنت بتاعت الهيلث. طيب انا بقيس الهيلث ستاتس ازاي؟ في حاجه اسمها موربيديتي وحاجه اسمها مورتاليتي. موربيديتي يعني ايه؟ يعني ايه بالعربي؟ موربيديتي ميجر. يعني ايه كلمة موربيتي ومورتاليتي؟ ايه الفرق بينهم؟ سهلة، حد يرد عليا. معدل الولادة والوفيات. معدل الأمراض الموربيتي والمورتاليتي معدل الوفيات، صح. طيب الموربيتي بقيسهم بحاجتين، حاجة اسمها الانسيدنس وحاجة اسمها البريفلنس، وده مهم جدا إن احنا نعرف نفرق ما بين الانسيدنس ريت والبريفلنس ريت. ببساطة كده عشان ما نتلخبطش بينهم، الانسيدنس معناها معدل الحدوث، البريفلنس معناها معدل الانتشار. يعني ايه معدل الحدوث؟ يعني الحالات الجديدة اللي بتتسجل. يبقى نقول هنا number of new case of the disease during
specified time period على number of person exposed to risk of the disease during the same time. يعني معدل أو عدد الحالات الجديدة هتتسجل المرض في وقت معين على عدد الأشخاص اللي هم ريسك إن هم يجيهم المرض ده في نفس الفترة. دي بقول عليها incidence rate، معدل الحدوث. لكن معدل الانتشار هو prevalence، هو عدد الحالات اللي already موجودة سواء كانت old أو new cases في specific time period على number of person at risk. هو هنا المقام زي بعضه لكن البسطل بيختلف. يبقى الـ incidence number of new cases، لكن لما أقول number of existing condition أو الـ current cases اللي هي تشمل الـ old والنيو هو ده الـ prevalence. طيب أنا بحسب prevalence من أنهي نوع من أنواع الـ study design؟ إيه هي الـ prevalence study؟ مش إحنا أخدنا الـ study design في أول سنة في الـ EBM؟ أنا بحسب بريفرنس من أنهي ستادي ديزاين؟ حتى المسمى التاني بتاعها هو بريفرنس ستادي، إيه هو؟ كروس سيكشن. برافو، كروس سيكشن ستادي هي بريفرنس ستادي، ودي حاجة مهمة جدا. ما ينفعش أكون كاتبة في التايتل بتاع البيبر بتاعي إن أنا أعمل بريفرنس مثلا، أحسب بريفرنس وات ايفر لأي حاجة، واكتب في الميثودولوجي جوه نوع ستادي ديزاين تاني، ما ينفعش، دي يعتبر ديت فيتال ميستيك. يبقى البريفرنس ستادي بتيجي من الكروس سيكشن ستادي، لان طبيعه الستادي ديزاين ديت ان انا بروح عامله اسسمنت للكونديشن ات ذا سيم بوينت اوف تايم، لكن مين قبل مين انا مش ببقى عارفه. الحالات ديت تبقى اصلا هي عارفه اوريدي عندها ديزيز، او هي لسه مكتشفه دلوقتي برضه ما ممكنش عارفين. فانا بجمع في هذه الحاله اللي هي الاولد والنيو كيسز. لما اجي اعمل سكريننج، نزلت دلوقتي عشان اعمل سكريننج بعمل كروس سيكشن ستادي فبطلع بريفلنس. عاوز مثلا لما بدا الكوفيد 19 وعاوز اعرف الحالات الموجوده، فانا دلوقتي بعمل بريفلنس بشوف ايه الماجنيتيود بتاع البروبلم بتاعي. دي كله بيتعمل عن طريق الكروس سيكشن ستادي. لكن اللي انا عاوز اعرف الحالات الجديده، انهي سايد ديزاين بتطلع الانسيدنس بقى عشان اعرف النيو كيسز بس اللي هي الحالات الجديده المتسجله؟ بيتحسب من انهي سايد ديزاين الانسيدنس؟ incident rate. الايه؟ ما سمعت. الانسيدنس بجيبه من انهي سايد ديزاين؟ انت قلت البريفرنس كروس سيكشن، تمام، لكن الانسيدنس بجيبه من انهي سايد ديزاين؟ ايه هو الستادي ديزاين اللي انا ستارت بوينت بتاعته بيكون ناس هيلثي وببدا اعمل فولو اب لونجيتيودنال لغايه لما بيحصل الديزيز؟ كوهورت ستادي. الكوهورت ستادي، تمام. يبقى البريفلنس كروس سيكشن ستادي بجيبه من كروس سيكشن ستادي، لكن الانسيدنس ببدا من الكوهورت ستادي، بجيبه بحسبه من الكوهورت ستادي، لان طبيعه الكوهورت ستادي كده انا ببدا بناس هيلثي واعمل فولو اب لقدام بروسبكتيف او لونجيتيودنال لغايه لما بيحصل الديزيز. فدوت بسجل الحالات اللي هي الايه الجديده نيو كيس، تمام. عشان برضه ما ننساش خالص، ايوه تحت يكون كروس سيكشن لان راح اجيب ناس مرضى بس انا اسجل عليهم الاشياء اللي ابغاها، صح؟ لا ما فهمت، تقصدي ايه؟ تحت في البريفلنس نسوي كروس سيكشن في البريفلنس كروس سيكشن ستادي، تمام. ايوه يكونوا كلهم مرضى وانا اخذ ملاحظات عنهم بس، صح؟ يعني ايه كلهم مرضى؟ انت مش تبقي عارفه مين مريض او مش مريض، انت عاوزه تعرفي بريفلنس بتاع المرض نفسه. يعني مثلا هديكي مثال، انت مثلا عاوزه تعرفي مثلا بريفلنس بتاعت الهايبرتنشن، فانت جيتي على مجموعه من الناس خدتي سامبل معينه وبتشوف بتسالهم الضغط، اوكي؟ في ناس هتطلع عندها الضغط وهي عارفه دي اولد بيشنت، في ناس اكتشفت دلوقتي ان ضغطها عالي دي نيو كيسز، فانت دلوقتي جبت النيو والاولد كيسز في وقت واحد، فدي اسمها بريفلنس بتجيبيها من كروس سيكشن ستادي. واضحة؟ ايه واضحة دكتور، تمام. طيب لو انا قلت لكم الكلام دوت على الشكل اللي قدامكم الصنبور دوت، مين هنا اللون بتاع الانهي فيس اللي هو بيقول ان هو انسيدنس ومين اللي هو بيقول ان هو بريفلنس؟ الاخضر انسيدنس. ليه؟ الاخضر بريفلنس، الاخضر بريفلنس، معلش. الاخضر بريفلنس، ادي الاولد والنيو كيسز كلهم موجودين، لكن انت ما تعرفش مين القديم ومين الجديد، لكن اللي بينزل جديد النيو كيسز دوت هو ده الانستنس، صح؟ طيب ايه الاحمر بقى ده؟ وفيات وديث اند ريكفرز.
مفروض البريفرنس اللي هي الاولد والنيو دول يا اما اتعالجوا يا اما ايه ماتوا، ما لهاش حاجه تانية، يا اما اتعالجت وخفت يا اما ماتت، ده ديث او الريكفري. تمام، يبقى النيو كيسز هو الانسيدنس، الاولد والنيو كيسز ده البريفرنس، البريفرنس بحسبه من كروس سيكشن ستادي، الانسيدنس بحسبه من كوهورت ستادي. دي حاجه تعتبر مهمه جدا جدا، ما ينفعش نخرج من الاي بي ام او من سنه تانية من غير ما نكون عارفين الفرق بين الانسيدنس والبريفرنس. طيب ندخل بقى على المورتاليتي، احنا كده خدنا من الموربيديتي، موربيديتي ميجر هي الانسيدنس والبريفرنس. طيب المورتاليتي بقى، مورتاليتي اللي انتوا قلتوا عليها اللي هو بيشوف معدل الوفاه، يبقى نمبر اوف ديث في البوبوليشن during period of time على نمبر اوف بيرسون في البوبوليشن during the same period of time، يعني عدد اللي ماتوا من الناس اللي موجوده، هو ده اسمه ديث ريت، عدد اللي ماتوا من الناس الموجوده بقسمها فبيديني ديث ريت. طيب الديث ريت دوت انا ممكن بقسمها يعني حسب الايج جروب، حسب مثلا اذا كان هو نيونيت، اذا كان هو انفانت، اذا هو مثلا شايلد، اذا كانت هي ماذر، فبسمم دي تعتبر كلاسيفيكيشن بتاعت الايه، بتاعت الديث ريت. ففي عندي ماتيرنال مورتاليتي ريت اللي هي الام ام ار، ايه الماتيرنال مورتاليتي ريت؟ اللي هو عدد وفيات او معدل وفيات الامهات. طبعا معظم وفيات الامهات بسبب مشاكل بترجع للولاده وللحمل ومضاعفاتها، هنقول نمبر اوف وومن هو داي نتيجه تشايلد بيرث اند بريجننسي ريتد كومبليكيشن لكل 100000 ليف بيرث، عدد اللي ماتوا من الامهات بسبب مشاكل بترجع للحمل او للولاده لكل 100000 ليف بيرث ان ا جيفن يير من السنه، بقسمها على كل 100000 ليف بيرث. تمام، طب انتوا هنا تفتكروا انا ليه اخدت عدد اللي ماتوا وقسمتها على الليف بيرث، عدد اللي ماتوا من الامهات وقسمتها على الليف بيرث، المفروض المقام عندي يكون ايه المنطقي؟ مفروض نقول عدد اللي ماتوا من الأمهات بسبب مشاكل الحمل والولادة على عدد الحوامل، صح؟ مش هو المفروض يبقى maternal mortality rate؟ بس مش كل واحدة pregnant بتروح تسجل، أو أنا ما عنديش إحصائية بعدد البريجننت، في ناس كتيرة بتبقى بريجننت وبتولد عادي محدش يحس بيها، بتروح بقى اللي هي الميد وايف والحاجات ديت ما حدش بيحس بيهم، فهم قالوا خلاص على عدد المواليد نعملها على عدد الايه الليف بيرث، هي صحيح مش هتكون دقيقه لكن هو دوت الايه الاحصائيه اللي بتبقى متاحه عشان احنا نقدر نقسم عليها. فدي الماتيرنال مورتاليتي ريت، نمبر اوف الومن هو داي نتيجه الشايلد بيرث والبريجنسي لكل 100000 ليف بيرث ان ا جيفن يير. طيب الانفانت، الانفانت اللي هو عمر لحد كام؟ لحد سنه، لحد 1 year بقول عليه infant، فبقول number of death في ال infant under 1 year لكل 1000 live birth. طيب ال 100000 وال 1000 دول ده constant، ده factor أنا بضرب فيه، أنا بضرب دايما في رقم كبير لما يكون النسبة قليلة، وبضرب في رقم قليل لما يكون الريت أصلا عالي، دي حاجة إحصائيا هم عملوها عشان محدش يقول لي أنا بضرب هنا في 100000 وهنا في 1000، هم عملوها كده لأن أصلا عدد وفيات الأطفال كتير جدا فهم بيضربوا بس في 1000، لكن عدد الماتيرنال مورتاليتي ريت لان مفيش احصائيه برضو متسجله ليها، مثلا في كتير مثلا من الامهات بتموت في الابورشن ومش مش بتسجل ان هي كان بسبب ابورشن، فبيكونش معروف ان السبب بتاعها قوي، فهم بيضربوا، هم اتفقوا احصائيا ان هم يضربوا هنا في 100000 وانا اضربه في 1000. طيب يبقى حسب الايج الانفانت اللي هو لحد سنه. طيب النيونيت اللي هو عمره لحد كام؟ دكتور نضرب في 1000 ولا نقسم على 1000؟ لا تضربي، هي معناها ان انت بتجيبي ده البسط وده المقام ليف بيرث وتضربي في فاكتور، الفاكتور هنا 100000 هنا الفاكتور ايه 1000 اللي بتضربي فيه، يعني زي هنا مثلا بتقولي ادي البسط وادي المقام وتضربي في الفاكتور، هنا تضربي في اول واحده في ال 100000 والثانيه تضربي في 1000. تمام، عشان يديك ريت بيرسنت. طيب احنا قلنا النيونيت لحد عمر كام؟ من نيونيت حديث الولاده شهر. تمام، يبقى هو number of death among the infant under 28 days اللي هو 28 يوم in a given year لكل 1000 live birth in that year، لكل 1000 live birth. الشايلد اللي هو الاقل من 5 سنين بقول عليه شايلد، من بعد الخمس سنين ده اسمه سكول شيلدرن اللي هو بقى من سن 6 سنين لحد سن 18 سنه، ده سن المدارس.
يبقى احنا عندنا الانفانت لحد سنه، النيونيت اللي هو لحد شهر 28 يوم يعني، والشارد مورتاليتي ريت دوت اللي هو لحد قبل 5 سنين، بضربها برضو لكل 1000 ليف بيرث. احنا كده خلصنا الموربيتي والمورتاليتي ميجرمنت. يبقى انا اتكلمت على الديترمنت بتاعت الهيلث، سواء كانت ريسك فاكتور او بروتكتيف فاكتور، او اذا كانت هي مثلا بيولوجيكال ديترمنت او بيهيفير او سوشيال ديترمنت يعني، او قلنا عليها انكنترولبل او انتشنجبل، او في المقابل تكون موديفايبل او كنترولبل او تشنجبل. طيب بعد كده اتكلمنا على الميجرمنت، قلنا في موربيديتي اللي هي الانسيدنس والبريفلنس، واتكلمنا على المورتاليتي بانواعها، ماتيرنال مورتاليتي ريت، انفانت مورتاليتي ريت، والشارد مورتاليتي ريت، وكمان النيونيتال مورتاليتي ريت. هنتكلم على البردن بقى، جلوبال بردن، العبء بتاع المشاكل الصحيه على مستوى العالم. هو حصل تشينج في البردن، كان زمان قوي كوميونيكابل ديزيز هي اللي ليها الابر هاند، او البردن العبء كان اكتر من اللي هي الامراض المعديه، وتحول لنون كوميونيكابل. الكلام ده حصل من سنه 2004 لغايه 2020. من اول الكورونا بقى بدات تظهر مشاكل تاني بتاعت الكوميونيكابل ديزيز، وهي اللي تاخد الايه الابر هاند. طب زمان في الفتره اللي هي من 2004 ل 2020 كانت اللي هي الايه الكوميونيكابل اتحولت لنون كوميونيكابل. ليه؟ لان لقوا ان في ريدكشن في الامراض المعديه اللي هي كانت عامله مشاكل كتيره، زي مثلا ملاريا والتي بي والاتش اي في، وفي المقابل زادت مشاكل اللي هي بتاعت الكارديوفاسكولار ديزيز، مشاكل الحوادث اللي هي رود ترافيك اكسيدنت، كل كرونيك ديزيز، دايابيتس وهايبرتنسيف. طب ايه سبب التشنج ده؟ ان متوسط اعمار الناس زاد، بدأوا يعالجوا الأمراض المعدية، بدأوا يشوفوا الفاكسين بتاعها كبريفنشن، يعملوا تريتمنت، فبدأ متوسط أعمار الناس يزيد. ولما متوسط أعمار الناس بدأ يزيد، بدأت تظهر معهم أمراض الشيخوخة اللي هي حاجات الكرونيك ديزيز، الكارديوفاسكولار والديابيتس والهايبرتنشن وهكذا. كمان السوشيال اكونوميك ستاتس بتاعت الناس بدأت تعلى، فبدأت الناس بتمتلك سيارات أكتر، وبدأ في نسبة الحوادث إيه بقت متسجلة أكتر. طيب في اورجانيزيشن بتهتم بالهيلث سيستم؟ اه طبعا الاورجانيزيشن كتيره موجوده على مستوى العالم، هدفها انها تحط اكشن وانها امبروف الهيلث، اشهرهم الدبليو اتش او. طبعا في حاجات ناشونال موجوده في كل دوله، اللي هي الحاجات البابليك والبرايفت سيكتور، اللي هي وزاره الصحه، المستشفيات بقى، والهيلث سيكتور الموجوده، او البرايمري هيلث كير. دي حاجات بتهتم هدفها انها امبروف الهيلث او بروموت الهيلث، وان هي تحط اكشن او سوليوشن لاي هيلث بروبلم بتبقى موجوده. طيب الوضع ايه بالنسبه للبور كانتريز وبالنسبه للريتش كانتريز؟ الدول الفقيره دايما عندها السوشيو ايكونوميك ستاتس بتاعتها قليله، فبتبقى عندهم اكتر المشاكل الصحيه اللي هي نتيجه ايه انفكشن ديزيز او مال نيوتريشن، او نادرا ديوباتروما او اكسيدنت. كل الحاجات دي تريتابل، انا ممكن اعالجها، يعني هو مشاكل نتيجه مثلا انفكشن، فبالتالي لو وفرت الفاكسين خلاص هي تعتبر كبريفنشن، ليها عالجت مثلا اصابه انفكشن، عالجت الدايريه، عالجت الملاريا او التي بي او الاتش اي في، فهي معظمها حاجات تريتابل تتعالج في البور كانتريز. يبقى مشاكل البور كانتريز اكتر حاجات الانفكشوس ديزيز، مانيوتريشن او تروما او اكثر. في المقابل الناس اللي هي في الريتش كانتريز دي ناس مرتاحه، السوشيو ايكونوميك ستاتس بتاعها عالي، فبدا عندهم اللي هي ايه حته الرفاهيه بقى، اللي هي اللايف ستايل فاكتور بتاعتهم عاليه شويه، ما بيتعبوش نفسهم، ما بيعملوش فيزيكال اكسرسايز، ممكن يبقى في درينكينج مثلا، بياخدوا الاتيتود بتاع السموكينج، سبستنس ابيوز، فبالتالي هي دي المشاكل الصحيه بتاعتهم تبقى معظمها نون كوميونيكابل ديزيز، زي الدايابيتس مثلا، هايبرتنشن، كارديوفاسكولار ديزيز. ومع ذلك معظمها عشان هي سببها حاجات لايف ستايل فاكتور، هي بريفنتبل، انا ممكن اتجنبها وامنحها عن طريق ان انا بعمل هيلث اديوكيشن ليهم علشان هم امبروف الايه اللايف ستايل هابت بتاعتهم. فعاوزين نقول ان هي سواء كانت بور كانتريز او ريتش كانتريز، الامراض ديت ممكن تبقى متعالجه وممكن تكون بريفنتبل، فبالتالي انا ممكن اقلل البردن بتاعت الايه بتاعت الجلوبال ديزيز ديت لو انا عالجتها صح. طيب كل دي كانت مقدمه عن الجلوبال هيلث. ندخل على موضوعنا بقى النهارده اللي هو الاتش اي في ايدز جلوبالي اند ان ديفولبنج كانتري. تفتكروا نسبه الايدز او نسبه الناس اللي عندها اتش اي في على مستوى العالم كام دلوقتي؟ حد يقول رقم؟ من غير ما يبص طبعا في المحاضره ولا انتوا كلكم فاتحينها؟ 39 مليون. برافو، جبت الرقم بالظبط. تمام، 39 مليون بيبل ليفنج وذ اتش اي في ايدز وورلد وايد في 2022. دي اخر احصائيه طلعتها الدبل اتش او، هي بتطلع في نهايه كل سنه، في نهايه السنه اللي فاتت، وهيطلع خلاص قريب التقرير بتاعهم ان شاء الله بتاع 23 على ديسمبر كده.
39 مليون بيبول عايشين بالـ HIV على مستوى العالم. عاوز أقول لكم إن من الـ 39 مليون دول في 37.5 مليون اللي هم أعمارهم من فوق الـ 15 سنة، اللي هي مرحلة الأدولسنس. طبعا دوت عشان الإيج دوت بتاع السيكشوال كونتاكت من بعد كده، فدوت العدد الأكبر اللي هو 37.5 مليون. وفي 1.5 مليون اللي هم الأطفال أقل من 15 سنة، ممكن يكون مثلا جايين من المذر عن طريق فيرتيكال ترانسميشن جالهم الـ HIV، أو ممكن مثلا جالهم عن طريق كونتامينيتد مثلا بلاد ترانسفيوجن، خصوصا الناس اللي هي مثلا عندها هيموفيليا أو حاجة محتاجين فريكونت بلاد ترانسفيوجن. فعاوز أقول لكم إن الأبر هاند اللي هو في الإيج بتاع الإيه؟ بتاع الأدلت. طيب بالنسبة للجيوغرافيك ديستريبيوشن، أعلى نسبة في العالم موجود فيها الـ HIV هي في أفريقيا. في أفريقيا ريجون هي فيها حوالي ثلثين الناس اللي عندهم الـ HIV، حوالي 25.6 مليون من 39 مليون موجودين في الصب صهران أفريقيا، اللي هي بيقولوا عليها جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، هي اللي فيها أكتر عدد، اللي هي مثلا التشاد والكاميرون والبوركينا فاسو وأنجولا، اللي هي البلاد ديت فيها أكبر عدد من الإيه؟ من الـ HIV. وده نفس الكلام اللي انا قلته، من 39 مليون 37.5 دول ادلت، 1.5 مليون هم الاطفال اقل من 15 سنه. دي برضو نفس الحكايه الاحصائيه اهي، افريكا ريجون كانت في 2010 كانت 21 برضو، كانت الابر هاند من 31 التوتال، وبرضو كانت 25.500 من 38، وما زالت هنا من 39 مليون هي 25.600 الف او 25.6 من 39 مليون في أفريقيا، والباقي متوزع في العالم. طب الوضع إيه بقى في المملكة؟ دلوقتي تو ديت السعودية أريبيا تعتبر من اللو HIV prevalence country، حوالي أقل يعني 1/10 في 2020، وهي predominant among الميل. هي بدأت السعودية Ministry of Health، وزارة الصحة السعودية بدأت تعمل annual epidemiological HIV أو AIDS report، بدأت تطلع تقرير سنوي عن نسبة الـ HIV. دي كانت حاجة مش موجودة قبل كده، بدأت هي تطلع التقرير دوت من كام سنة فاتوا كده، لكن هي طبعا من الليست ايه affected ايه country. طيب في ريفيو اتعمل قريب، اتنشر في الجورنال اوف انفكشن وبابليك هيلث في 2023، اتعمل السنة دي، اتنشر يعني السنة دي، كان التايتل بتاعه عن الـ HIV in Saudi Arabia current and future challenge، وكانوا حاطين في الجدول منهم عن الـ epidemiological والبريفرنس ريبورت بتاعت الـ HIV اللي اتسجلت، وكانوا قايلين ان هي بدات من 85 حالات تتسجل لحد 2014 بدا في حالات، ومعظم الحالات ديت كانوا اكتشفوها بالصدفه عن طريق مستشفى الامل كمان، يعني حالات كانت ادكشن واكتشفوا انهم عندهم HIV، وكانوا حتى كان بين الناشوناليتي بتاعتها في حاجات منهم سعودي في حاجات نون سعودي، وكاتبين الريجن بتاعتها اللي موجوده فيها، لكن برضو اوفر اول هو النسبه بتاعتها قليله بالمقارنه ببقيه دول العالم. طيب بالنسبة للمورتالتي، عدد الناس اللي هم توفوا من الـ HIV 630 ألف ماتوا، دول آخر إحصائيات سجلت في 2022. في الـ KSA المورتالتي قليلة ليه؟ لأن في تريتمنت كفرج عالية جدا من الـ HIV اللي هو الأنتي ريترو فيرال ثيرابي، متوفر للحالات اللي هي اتسجلت عندها HIV، وكمان الناس اللي هي بتتعالج بعد ما إنها اتعرفت في بيتر أدرنس للتريتمنت بتاعها، إن هم بيستجيبوا للعلاج. العلاج هو إيه؟ أنتي ريترو فيرال ثيرابي، ده بيقلل الانسيدنس بتاعت الـ HIV انفكشن، لان هو فكرته ان هو بيقلل الفيرال لود، بيقلل الفيرال لود الموجود في البلد، فبالتالي بيقلل ريسكه في ترانسميشن للاخرين، فهي دي فكره الايه اللي هي هايلي اكتيف انتي ريترو فيرال ثيرابي. لو جينا بصينا هنا على مستوى العالم، كان نسبه الناس اللي بتاخد الانتي ريترو فيرال ثيرابي اللي هو بيقول عليه ART او الارت ده، كانت النسبه قليله، بدأت تزيد، وهم عندهم تارجت ان هم يوصلوا في 2030 ان يكون في 33 مليون بياخدوا من ال 39 الموجودين يكونوا بياخدوا ال ART او الانتي ريترو فيرال ثيرابي. ده برضو بيوضح الترند في البيبول اللي عندهم ال HIV بدأت تقل، والناس برضو اللي بتموت منها بدأت تقل نتيجة توفر ال ART، والناس هي بقت ايه عندها وعي انها تاخد العلاج بتاعها. طيب بيتنقل ازاي بقى ال HIV؟ الموست كومن ميثود عن طريق دايركت انتري ثرو ذا بلاد، او عن طريق السيمينوجينتال سيكريشن، ده بيكون عن طريق سيكشوال انتركورس، او فيرتيكال ترانسميشن من الام للبيبي بتاعها، او عن طريق بريست فيدنج. هي دي الموست كومن انتري او ترانسميشن بتاعه الاتش اي في، دايركت كونتاكت، سيمينوجينتال سيكريشن، فيرتيكال ترانسميشن، بريست فيدنج. طيب في المقابل هو ما بيتنقلش بايه بقى؟
الإذن ما بيتنقلش عن طريق شيرينج فود لو احنا بناكل مثلا في نفس الاطباق او كده، او البيد لينين اللي هي الملايات بتاعه السرير، او الدور نوب اللي هي المقابض بتاعه الابواب، التليفون او الكومب او التاول اللي هي الانشاط او الحاجات اللي هي ممكن يستخدمها وشيرنج فيها، او سويمنج بول ما بيتنقلش عن طريق مثلا لو انا سافرت مع شخص مصاب او شيكينج هاند سلمت عليه، او ليفينج او وركينج مع انفكتد بيرسون، ما بيتنقلش عن طريق المسكيتو او الفلايز ولا الذباب ولا الحشرات، ولا بالتويليت سيت ولا بالكيسنج ولا بالهاجنج. هو معروف الطرق اللي بتنقل عن طريقها زي ما احنا قلنا اللي هو عن طريق البلاد او سيمنجيتال سكريشن او فيرتيكال بريست فيدنج، لكن الحاجات التانية دي كلها ما بتنقلش عن طريقها. طيب السي دي سي اتكلمت عن مجموعه قالت ان هم ريسك جروب للاتش اي في، بس ريسك جروب هنا مش معناه ان هم ريسك عشان هم كده، لا هم عشان الريسك بيهيفير بتاعهم خليهم هم ريسك جروب. ايه بقى ريسك بيهيفير؟ الجاي من الناس اللي هم هوموسيكشوال، الناس اللي هي دراج يوزر، انجكتنج دراج يوزر، مش شرط ان هو يكون مثلا ادكشن حتى او ان هو مدمن فبالتالي ان هو بيحقن نفسه كل شويه، لا عادي مثلا الهوموفيليك هو بيحتاج انجكشن على طول، فممكن يعني في وقت من الاوقات تبقى مثلا الادوات تبقى ملوثه او البلاد تعتبر كونتامينيتد وات ايفر، هو عشان هو من الريسك من نتيجه البيفر ان هو بيتعرض على طول للانجكشن يعني. الانفنت بتاعت البيرنت اللي عندهم الاتش اي في، الناس اللي هم الهيلث كير وركر او اللاب وركر فبيتعاملوا على طول مع حاجات ممكن تكون ايه جايه من انفكتد بيشنت، فبالتالي هم ريسك نتيجه الايه الجوب بتاعتهم. البارتنر بتاع الاتش اي في انفكتد انديفيديوال هو برضو ايه بيتعرض دي نتيجه اللي هو سيكشوال كونتاكت مع البارتنر بتاعه، فبالتالي هو يعتبر ريسك ان هو يجيله الانفكشن. هو دوت التصنيفه اللي قالت ان هم دول ريسك جروب حسب السي دي سي زي ما قالت كده، الجاي من والناس اللي هم دراج انجكتنج، الانفان بتاعت البيرنت او البارتنر بتاع الشخص الانفكتد، او الهيلث كير وركر واللاب ايه وركر. طيب الاتش اي في تيستنج اكيد طبعا انتوا اخدتوها في المايكرو، انا بعمل تيست اللي بشوف ايه بقى؟ بشوف لاما الانتي بوديز بتاعت الفيروس اللي هو بيتكون يعني، او بشوف الانتيجين بتاعت الفيرال بروتين، او ان انا بشوف الار ان ايه، ودي اغلاهم، دي اللي هي موست اكسبنسيف بتاعتهم. لو احنا جينا بصينا هنا انا برضو بشوف الاتش اي في انتي بودي، او بشوف الايه اللي هو الانتيجين والانتي بودي، بشوف الفيرال بروتين او بشوف الانتي بوديز بصفه عامه، او بشوف الار ان ايه. طبعا بيبدا ان انا احدد الاتش اي في بعد 3 شهور من الاكسبوجر، يعني لازم يكون في فتره ان هو بيبان الايه العلامه بتكون الانتي بوديز يعني بتاعتها. طبعا الريبيرتي هنا بتبقى عاليه. في حاجات بقى رابيد تيست بقى، حاجات اللي هي ممكن اعملها زي مثلا هوم تيست مثلا في البيت، بتظهر خلال بيكون ايه 20 دقيقه، بس برضو لازم يكون في 3 شهور من الاكسبوجر عشان اقدر اعمل ايه التيست ده. لكن طبعا ادقهم والاعلى منهم اللي هي الحاجات اللي هي بتاخد وقت مثلا عشان تظهر النتيجه، مش 20 دقيقه، بتاخد مثلا فيو ديز او فيو ويكس. تمام، تفاصيلها طبعا اكيد اخدتوها في المايكرو. طيب اللي يهمنا هنا بقى ناخد الفاكتور افكتنج السبريد بتاعت الاتش اي في، ايه اللي بيأثر على السبريد بتاعت الاتش اي في؟ ممكن نقول مثلا في حاجه ديموغرافيك فاكتور، يعني في الشخص مثلا اللي هو لو الاعمار بتاعتهم اللي هو زي ما احنا قلنا الادلت، هو ده اكتر ايج بيحصل فيه او ممكن تكون في نسبه الاتش اي في عاليه عشان خاطر البيهيفير بتاعه. نسبه الميل للفيميل ريشيو كل ما بتكون اعلى، احنا عارفين ان هي اصلا موست كومن في الميل اكتر. الاربانيزيشن والميجرنت بوبليشن، الناس اللي هي بتسافر مثلا بره وتحتك مع الغرب، دي تعتبر برضو فاكتور بيساعد في السبريد بتاعت الاتش اي في. ناس كتيره بتختلط بالغرب وتحاول ان هي مثلا تاخد العادات بتاعتهم او الحاجات الكاستم بتاعتهم اللي هي بتبقى غريبه على المجتمعات بتاعتنا. نسبه الناس اللي هي سيركمسايزد ميل، انتوا عارفين طبعا ان احنا الدين الاسلامي بتاعنا الحمد لله بيدعو الى الطهاره، والميل بيتعملوا سيركمسيشن وهم صغيرين، فده يعتبر فاكتور مهم جدا بيحد من السبريد بتاع الاتش اي في. وهقول لكم في البريفنشن ان هم بيدعوا للسيركمسيشن دلوقتي علشان يقللوا السبريد بتاعت الاتش اي في، لان هم اكتشفوا ان الفيروس بيقعد فتره تحت اللي هي السكن بتاع الجزء اللي بيتشال في السيركمسيشن، فبيفضل موجود زي ما يكون دورمنت او موجود مستخبي تحت هنا، فلما بيعمل سيركمسيشن فبالتالي بيمنع وجود الفيروس في المكان ده. بيولوجيكال فاكتور، لو هو عنده اذر سيكشوال ترانسميتد ديزيز ممكن بي 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 ده من الحاجات اللي هي بتسرع مثلا عنده جونوريا، عنده سيفرس، او الحاجات اللي هي سيكشوال ترانسميتد ممكن بتخلي برضو الاتش اي في يتنقل. الفيرال لود، كل ما بيكون فيرال لود عادي يبقى فيه عالي بيبقى فيه ايزلي سبريد او ريسك اوف ترانسميشن بتاعت الانفكشن. عشان كده انا بدي الاي ار تي اللي هو الانتي ريترو فيرال ثيرابي، الهدف بتاعه ان انا بقلل الفيرال لود عشان اقلل ريسك اوف ترانسميشن.
طبعا ايه، كل ما يكون تريتمنت متوفر ولا والكوست بتاعته يعني تعتبر في المتوفره وافاليبل ليهم وفي الاكسس بتاعهم، ده بيقلل سبريد بتاع الاتش اي في. ايه الفاكتور تانية؟ البيهيفير بقى، لما يكون الشخص عنده مالتيبل سكس بارتنر او كذا سيكشوال، دوت بيساعد في السبريد بتاعت الاتش اي في، اذا كان بيستخدم كوندوم ولا لا، اذا كان هو دراج يوزر ولا لا، العادات بتاعته، في اي مثلا عنده من اي بيهيفير بيعمل بيتريشن في السكن ولا لا. لو هو طبعا انتكت سكن مش هيقلل ايه، مش هي مش هي مش هيزود السبريد بتاعت الاتش اي في. بوليتيكال بقى واكونوميك، الليجال ستيتس توورد ريسك جروب، اكتر حاجه هنا الاستجما كمان، يعني حته الايه الاتيتيود توورد سكس اديوكيشن والستيجما اللي هي بقول عليها وصمه العار، يعني الناس بتبص للشخص اللي هو عنده اتش اي في ده عامل ازاي. في ناس كتيره بتبقى عندها اتش اي في ومش عاوزه تعرف حد علشان خايفه من الستيجما ديت، فبالتالي ما بتاخدش تريتمنت، فبالتالي هي ماشيه عماله تعمل ترانسميشن انفكشن في حياتها وممكن تاذي الاخرين. يعني ممكن يروح مثلا يحلل في مكان عادي من غير ما يبلغ الهيلث كير وركر ان هو مثلا عنده، بيحلل مثلا لاي حاجه تانية، بيعمل انفستيجيشن لاي حاجه تانية. طب انت ليه بتعرض الاخرين للريسك لمجرد ان انت مش عاوز تعرفهم؟ يروح يشتغل مثلا في مكان مش عاوز يعرف حد عشان الناس تقدر تشغله. فدي كلها تعتبر ايه، تعتبر مشاكل بتحد من ان انا اقدر اعمل كونتينمنت للاتش اي في سبريد. كمان اذا كان التست والتريتمنت افاليبل ولا لا، يعني مثلا في ناس مثلا هي تعرضت مثلا لكونتامينيتد بيكون بلاد وهي ما عملتش التست فمش عرفت هي عندها اتش اي في ولا لا، حد اتعرض ستيك انجري ما عملتش التست، فلو الحاجات دي مش متوفره ليهم ان هم يقدروا يشخصوا وكمان يتوفر لهم العلاج، دي برضو ايه بتاثر على السبريد بتاعت الاتش اي في. طب تاثيرها ايه بقى في الديفولبنج كانتري؟ طبعا ده يعتبر بيردن زي ما احنا قلنا، دي تعتبر ما تعتبر تكلفه جديده من ناحيه العلاج بتاعتهم، محتاجين ناس تريند هيلث بروفايدر عشان يتعاملوا معاهم. الناس دي تعتبر ناس مش بقت برودكتيف، بقت تعتبر ديبندنت، تعتبر عاله على المجتمع لان معظمهم ما بيشتغلوش او الناس كتير ما بتقدرش تشغل ناس عندها اتش اي في. لا قدر الله هم برضو توفوا خلاص، فهو يعتبر في عضو منتج من المجتمع خلاص بقى مش موجود. فلو جينا قلنا الامباكت بتاعها على المستوى الانديفيديوال، الشخص دوت اللي هو عنده اتش اي في بيحس ان هو عنده انسرتن فيوتشر، حته الاستجماتيزيشن، ممكن يفقد وظيفته بسبب ان هو جاله اتش اي في، ليميتد اكسس للهيلث كير، يعني ناس كتير تقول لا انت عندك اتش اي في لا ما تجيش هنا، روح ادخل مستشفى ثانيه، مثلا عنده مشكله صحيه ففي الادمشن بتاعته بيرفضوا ان هم يعملوا له ادمشن، يعني هم لا مش هندخلك عندي روح شوف مكان تاني. ففي ناس كتير بتخبي ان عندها اتش اي في عشان تدخل تاخد العلاج لو هي بتكشف لاي حاجه تانيه. لوس اوف سيلف استيم. طيب على مستوى الفاميلي بقى، طبعا بوتنشال انفكشن بارتنر او الشيدري مهما خدوا احتياطاتهم بيفضلوا برضو مرعوبين من النقطه ديت. لوس اوف ايكونوميك سبورت للفاميلي، سوشيال ايزوليشن، لو هو توفى الاطفال بتاعتهم مستقبلهم غامض، بقوا اورفان، بقوا ايتام، والمشاكل الايه الفاينانشال ممكن تصيبهم بعد ايه ما هو يكون مش موجود او ما بيشتغلش حتى لو هو موجود. طبعا على السوسايتي، لوس اوف برودكتيف سيجمنت، ما فيش انتاج، انكريز النمبر بتاعت الناس الديبندنت، بريك داون الفاميلي ستراكشر برضو بيردن نتيجه ايه ان هو بيفضل ياخد العلاج بتاعه مدى الحياه. على مستوى الدوله بوليتيكال ده طبعا اي بلد، اذا مثلا زي ما احنا بنقول منطقه افريقيا، افريقيا ديت او البلاد اللي هي موجوده في الافريقيا ريجون دي تعتبر فيها بوليتيكال انستابيليتي، فيها ديبندنس على الايه على ريتش نيشن، يعتبر بلد مش منتجه، بلد تعتبر مستهلكه، الناس اللي فيها مش برودوسر، ديبندنت على الاخرين. فطبعا كل ما بيزيد نسبه الناس اللي هي موجوده عندها اتش اي في دي تعتبر ايه عاله او تعتبر ديبندنت على المجتمعات الاخرى. طيب الشخص اللي عنده اتش اي في ممنوع من ايه؟ ريفرين فروم دونيتنج اورجان، ممنوع ان هو يتبرع بالاعضاء او ان هو يتبرع مثلا بالدم او السبرم او اي بادي فلويد من عنده، هو ريفرين من الحاجات دي. ريفرين فروم شيرنج اني ثينج اللي ممكن تبقى كونتامينت بلاد، ادواته الشخصيه بتاعته لوحده ممنوع ان هو يشترك فيها مع اي احد اخر. ريفرين فروم هافينج بيبي، هو طبعا ديت ايه نقدر نقول فيها برضه علامه استفهام لانها ممكن تجيب بيبي دلوقتي، بس طبعا تاخد الانتي ريترو فايرال ثيرابي ويبقى في بريكوشن اثناء الحمل وفي بريكوشن اثناء الولاده علشان اقلل الترانسميشن بتاعت الانفكشن للبيبي، حتى كمان بريست فيدنج هتبقى ممنوعه منها، فهي يعني لو حصل وهي بقت بريجننت هو طبعا يفضل انها ما تكونش بريجننت، لكن لو حصل بتبقى في بريكوشن معينه عشان البيبي مش اكواير الايه الفيروس. في حاجه اسمها بي ام تي سي تي، يعني بريفنشن اوف ماذر تو شايلد ترانسميشن
prevention of mother to child transmission of disease. ده زي بروجرام كده معمول هدفه ان هم يدوا الاي ار تي اللي هو الانتي ريترو فيرال ثيرابي لاي حد اتش اي في بوزيتيف بريجننت وومن عشان يوقفوا الفرصه ان الانفانت اكواير الايه الفيروس. طيب ازاي بمنع الاتش اي في؟ في 5 اتش اي في بريفنشن بيلر. ايه بقى الخمسه بيلر المهمين دول؟ قالوا اول حاجه هام في بروجرام لليونج، البروجرام ده هدفه اليونج وومن او الادولسنت جير والبارتنر بتاعها الميل في الاماكن اللي فيها هاي بريفلنس، ان هم بيعملوا بروجرام خاص في الاماكن اللي فيها هاي بريفلنس من الاتش اي في، بس البرنامج ده موجه للناس اللي هم الادلت جير والبارتنر ميل، يعني بايه اللي هو السن بتاع الايه زي ما قلت لكم فوق 15 سنه، عاملين بروجرام ليهم عشان هيلث اديوكيشن ليهم ويوعوهم عن الاتش اي في، ازاي يمنعوا المودو اوف ترانسميشن بتاعتهم، ولو قدر الله لو حصل ازاي يعملوا مثلا البريفنتيف ميجر او ازاي هم يعملوا كنترول او تريتمنت ليها. تاني حاجه في البيلر دوت اللي هي بوبوليشن سيرفيس ان اول كانتريز، ان هم يوفروا الخدمات. ايه هي بقى الخدمات ديت؟ ان هو يكون التستنج متوفر، ان يكون التريتمنت متوفر، يبقى اللي هي الايه الفاسيلتي بتاعتهم تكون متوفره. تالت حاجه ان هم سترينث الناشونال كاندوم بروجرام اللي بقول لكم، لا ديت لسه بقول لكم عليها. الثانيه ديت ان هم بيعملوا زي حملات دعايه يوعوا الناس باهميه استخدام الكاندوم اثناء السكشوال ايه كونتاكت، عشان دي تعتبر كوسيله للبروتكشن. الحاجه الرابعه بقى اللي بقول لكم عليها خدوها مننا بقى من الاسلام، اللي هو الفولنتري بتكون بارادتهم، يعني ميديكال ميل سيركمسيشن، هم بيشجعوا ان يحصل سيركمسيشن للميل ويكون ليها برايورتي، وخصوصا في الاماكن اللي هي فيها هاي ليفل من الاتش اي في. خامس حاجه اللي هي بري اكسبوجر بروفلاكسز، مش بوست اكسبوجر، لا ده بري اكسبوجر بروفلاكسز، قبل ما يحصل له انفكشن اصلا. الناس اللي هي ريسك جروب او هو عارفين ان هم ممكن معرضين يجي لهم الانفكشن، اعملهم بري اكسبوجر بروفلاكسز، زي مثلا مين؟ الهيلث كير وركر، مثلا البارتنر بتاع الشخص اللي عنده الاتش اي في، انا اديله كبري اكسبوجر بروفلاكسز، اديله الاي ار تي عادي بس كبري اكسبوجر، هو ما عندوش حاجه لسه، بس انا بعمل له كايه؟ كحمايه، عشان خاطر ان هو اتقلل ان هو اصلا بيتعامل مع حد ريسك جروب، فهو لايبيلتي بتاعته ان هو يجيله الانفكشن عاليه عن بقيه الاخرين. ديت ال 5 اتش اي في بريفنشن بيلر اللي هو البروجرام اللي موجه للناس اللي هم اليونج او الادلت دول في الهاي بريفرنس لوكيشن، البوبوليشن سيرفيس نوفر لهم الدايجنوستيك تيست والتريتمنت، الناشونال كاندوم بشجع سترينث الناشونال كاندوم، الفولنتري ميديكال ميل سيركمسيشن، والبري اكسبوجر بروفلاكسس. في 2015 WHO ريكومند البري اكسبوجر اهو انتي ريترو فيرال بروفلاكسس، ده شكل من البريفنشن الهاي ريسك انديفيدوال مع بقيه البريفنتيف ميثود اللي احنا ذكرناه. لما بداوا يعملوا كده ويدوا الهاي اكتيف انتي ريترو فيرال ثيرابي، بدا ايه؟ بدات الناس اللي هي عايشه بالاتش اي في الليفل بتاعها بيزيد والديث بيقل، لان هي بقى ايه الفيرال لود بتاعها قليل، فبالتالي مفيش ريسك اوف ترانسميشن الاخرين، وهي نفسهم ما بقاش يدخلوا في كومبليكيشن، والاميونيتي بتاعتهم بدات تتحسن، لان الهدف زي ما بقول لكم ان انا اقلل الفيرال لود واحاول امبروف الاميون سيستم بتاعهم شويه. طيب هل في بارير ضد الاتش اي في كنترول؟ هل في عوائق او اوبستكل بتقابلني؟ اللو اويرنس او الاكسبتنس بتاعت الفولنربيلتي، يعني الناس الوعي بتاعها قليل او ناس مش متقبله، اللي هو كوندوم اكسبتنس، ناس مش متقبله فكره الكوندوم، لو اكسبتنس اوف تيستنج، ناس مش عاوزه تعمل تيستنج او حتى كسكريننج انها تطمن، بترفض لما حد يجي يقول لهم نعمل اتش اي في تيست، ناس كتيره بترفض. انسفيشنت فاند، ما فيش مثلا ميزانيه اقدر اصرف عليها على البريفنشن والدياجنوزس والتريتمنت. الاستيجما دي برضو تعتبر من ضمن البارير، ناس كتيره اللي هي عندها حته الاستيجما، وما زالت برضو حتى لو قلنا لا او مش عارفه ايه، ما زالت في اماكن معينه بتتعامل مع الاتش اي في ان هو مش شخص عادي، لا احنا مش هنتعامل معاه من الاول، مش هنوظفه، مش هنس... يعني مالناش علاقه بيه، فدوت بيعمل لهم احباط. هايبر بروبشن بتاعت الانسر كام سايزد من، لو في نسبه كبيره من الناس اللي هي او مش واخده او مش عامله سيركمسيشن، ديت برضو تعتبر بارير ضد الايه؟ ضد نعمل كنترول. عشان كده ما زال نسبه على مستوى العالم 39 مليون موجوده. عاوز اقول لكم ان هنا ان انا بعمل ابديت للمحاضره دي كل سنه، يعني السنه اللي فاتت كانت 38 وشويه، السنه 39، فاحنا الهدف بتاعنا من الكنترول على مستوى العالم ان اوريدي اللي عنده خلاص هو عنده، لكن انا مش عاوز اعمل نيو كيسز، انا مش عاوز يبقى في حالات جديده تتسجل، عاوزه ايه؟ خلاص ابقى ستاندرد ومثبته على العدد اللي موجود اوريدي، اللي هو بقى لان يتوفاه الله او هو يفضل ستيبل على التريتمنت بتاعي، بس ما فيش ريسك اوف ترانسميشن اوف ذا انفكشن منه، فبالتالي ما فيش ايه حالات جديده هتتسجل.
احنا الهدف بتاعنا في على مستوى العالم ان ما يكونش في حالات جديده بقى ايه، ما فيش اللي هي الانسيدنس ده، ما فيش النيو كيسز تبقى موجوده. الانترناشونال سبورت بقى على مستوى العالم بتعمل ايه؟ طبعا في جلوبال فاند ان هو سبورت الايدز، بداوا يعملوا حاجه اسمها الورلد ايدز داي اللي هو اليوم العالمي للايدز دوت 1 ديسمبر. الهدف منه ان انا ايه اعمل لونج تيرم ايه سستينابيلتي كوبريشن بين الجفرمنتال نون جفرمنتال اورجانيزيشن عشان ايه احفز حته الايه اللي هي بريفنشن بروجرام عشان امنع نيو كيسز ديت. وطبعا احنا محتاجين انفراستراكشر يعني تكون اماكن صحيه كتيره متوفره، متوفر فيها الدياجنوزس، متوفر فيها العلاج اللي هو الانتي ريترو فيرال ثيرابي عشان اعمل كنترول اكتر على الاتش اي في. الهدف ان انا اوصل لزيرو انسيدنس يعني ما يكونش في حالات جديده انها تتسجل. ده الوورلد ايدز داي اللي هو 1 ديسمبر ان شاء الله، كمان كام يوم كده هيكون الايه الوورلد ايدز داي دوت 1 ديسمبر. انا كده خلصت، حد عنده اي سؤال؟ دكتورة تفضل. في سلايد 20 في الومن مكتوب انهم عندهم ايدز اكثر من المن، لها فيها سبب ولا؟ ثواني اوصل معاك لسلايد 20. هنا يعني قصدك الإحصائية اللي هي موجودة دي، الإحصائية اللي هم عملوها اكتشفوا إن الميل عندهم أكتر من الميل، لكن إحنا بنتكلم كريسك بيهيفير إن اللي اكتشفوه في السعودية إن هي كانت بريدومنت أكتر من الإيه في الميل عن الفيميل، يعني هي بتختلف من كل بلد التانية، لكن لما لقوها على مستوى العالم لقوها إن الفيميل أكتر، لكن ما فيش سبب معين يعني ما فيش حاجة تقول إن هي ليه الفيميل أكتر، هم مشتركين في كل الريسك بيهيفير زي بعض. حد عنده أي سؤال تاني؟ دكتورة بالنسبة للجداول الموجودة في السلايدات، هل كيف ممكن تجي في اختبار الأسكي؟ بس الأرقام مهمة، يعني مثلا ما أقول لكم البريفلنس على مستوى العالم 39 مليون، ده رقم مهم، ده الحاجات الأبديت. مثلا الأدلت الحاجات أنا عامل عليها سيركل دي، الأدلت والشيدرن نسبتهم قد إيه، مثلا الأفريكان ريجون هي 25.6 وهي الموست كومن أو أكتر مكان في العالم فيه، دي برضو نعرفها. الوفيات حوالي ايه لا دي افريكا ريجون، الوفيات اللي هي كنت عامله حاجه وفيات هنا اللي هي دي اللي هي 630,000 بس، لكن غير كده لا، دي يعني الباقي for your information يعني. اي سؤال تاني؟